ساعات قليلة وتنطلق جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث ملف سد النهضة بطلب من مصر والسودان تحركات مكثفة مصرية دبلوماسية على كافة الأصعدة لشرح الموقف المصري من الملف بعد الإعلان الأحادي من إثيوبيا ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة في تحدي وتعنت وانتهاك واضح لكل القوانين الدولية وأيضا لاتفاق إعلان المبادئ. تابعنا من أول الحلقة كل المجهود اللي بيتم الآن في نيويورك من قبل وزير الخارجية سامح شكري ونقرأ هذا الملف والجلسة المرتقبة لمجلس الأمن مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ محمد. حضرتك. أستاذ محمد أنا هبدأ بالجلسة والمتوقع السيناريو المطروح فيها من قبل حضرتك. أولا نبدأ بالسيناريو أو التصور المطروح المشروع القرار المقدم من مصر والسودان بتنسيق مع تونس. المشروع بيتضمن مجموعة من النقاط اللي هي بتمثل نقاط أساسية في مشروع القرار. النقطة الأولى هو يعني امتناع أو وضع سقف زمني للمفاوضات، لأنه الجوهر أو فلسفة مشروع القرار هو خلق إطار جديد للمفاوضات بضوابط جديدة استنادا طبعا لخبرة التفاوض مع إثيوبيا طوال السنوات السابقة. فبالتالي الأطراف مصر والسودان ذهبوا إلى مجلس الأمن لوضع الملف في على أجندة المجلس ووضع المجلس أمام مسؤولياته، هذه نقطة. والنقطة الأخرى هو وضع ضوابط محددة لعملية المفاوضات، يعني إذا ما قدر لها أن تبدأ مرة أخرى. أول ضابط هو وضع سقف زمني للمفاوضات، لأنه المفاوضات في خبرة العشر سنوات السابقة اللي أجريت فيها المفاوضات على جولات يعني متقطعة ثبت فيها بعد اختبار النوايا الإثيوبية والمنهج الإثيوبي في التعامل مع آلية المفاوضات هو محاولة أن تكون هذه المفاوضات بدون نهاية، بدون أي سقف زمني، وبدون إحراز تقدم محدد. وبالتالي أول طلب أو أول نقطة في هذا في المشروع هو وضع سقف زمني، والمقترح هو أن يكون 6 شهور. النقطة الثانية أو الطلب الثاني في المشروع هو امتناع جميع الأطراف وبالمنطق طبعا هو امتناع إثيوبيا عن إجراء أي إجراءات أحادية الجانب تؤثر على الواقع وبالتالي تخلق أجواء عدم ثقة أثناء المفاوضات، وتحديدا بالطبع هو إعلان إثيوبيا التزامها بعدم الدخول في الملء الثاني أو استكمال الملء الثاني حتى يكون هناك أجواء من الثقة في تجرى فيها الانتخابات، عفوا المفاوضات. النقطة الثانية ودي نقطة إيجابية تحسب للجانب المصري والسوداني وتعبر عن نوايا إيجابية تجاه هذه القضية، وهي أنه في اعتراف بحق إثيوبيا في توليد الكهرباء من السد، فبالتالي ده بيدحض أي رؤية أو حجة إثيوبية أنه مصر والسودان ضد الأهداف أو ضد الطموحات التنموية لإثيوبيا. المشروع القرار يتضمن يعني نقطة صريحة بتقول أنه حق إثيوبيا في توليد الكهرباء. النقطة الأخرى هي دعوة جميع كل الأطراف اللي شاركت في المفاوضات خارج الأطراف الثلاثة كمراقبين أو يعني مساهلين للمفاوضات إن هم يلعبوا دور أكبر في هذه المفاوضات، وحق الأطراف الثلاثة إنها تدعو أي أطراف أخرى للمشاركة في هذه المفاوضات. كل هذا بسقف أو بهدف صريح، وهو أن يكون هناك أن تنتهي كل هذه العملية بتوقيع اتفاق قانوني وملزم لجميع الأطراف. دي المكونات أو العناصر الأساسية اللي تضمنها مشروع القرار. ما سيخرج عن مجلس الأمن يعني السؤال هنا إلى أي حد سوف يعني أبعد من هذا التصور أقرب إلى هذا التصور؟ طبعا دي عملية معقدة فيها صراع كبيرة. ليه بقى يعني أو أهم ما يجعلها عملية صعبة؟ أولا لأن في دول دائمة العضوية، وهذه الدول أي دولة من حقها أن توجد هذا المشروع أو تتحفظ أو ترفض مسودة معينة أو صيغة معينة يمكن أن تصل إليها الأطراف أثناء المناقشات، لأنه في مناقشات على أكثر من مرحلة، وبالتالي قد تجهد يعني خروج المشروع بشكل معين أو بصيغة
معينه، والدول دائمه العضويه يعني للاسف دايما بيكون ليها مصالح معقده ربما تتجاوز الموضوع المطروح، وبالتالي قد تلعب دور في حرف او انحراف يعني المشروع عن يعني او التصور او المشروع الفعلي القرار الفعلي عن ما هو مطروح. بالاضافه لده انه في طبعا حسابات بعض الدول ربما اعضاء في هذه الدوره الحاليه في مجلس الامن هي ايضا من افريقيا، وبالتالي ربما يكون لها بعض الحسابات. لكن في المجمل عملية النقاش داخل مجلس الأمن هي عملية معقدة جدا، وبتتم على مراحل، وإنها بتتم على مراحل بسبب عملية التعقيد، بسبب أنه بتطرح المسودة الأولى ثم بعدين بيجري حواليها نقاش ما بين الخبراء لاستمزاج الآراء ووضع تصورات يعني أولية، ثم بعد كده بتطرح مسودات يعني تلو الأخرى لحد الوصول إلى المسودة الأخيرة اللي بتطرح للتصويت. فالجاري الآن برضو علشان نبقى فاهمين أن طبيعة ما يجري الآن في المجلس أنه في يعني جهد دبلوماسي ضخم جدا لأطراف ثلاثة هي مصر والسودان بالإضافة إلى تونس باعتبار أنها عضو في مجلس الأمن في هذه الدورة. هناك جهد دبلوماسي للأطراف الثلاثة سواء من خلال إجراء مشاورات لتوضيح وجهة النظر مصر والسودان، توضيح أهمية وخطورة القضية، علاقتها أيضا بالسلم والأمن في المنطقة، والطريقة اللي قد تنتهي يعني إلى أي حد تعرن إثيوبيا بيها. والطريقة الإثيوبية في التعامل مع الأزمة يعني هنتحدث طبعا عن الطريقة الإثيوبية خاصة أنه في مشاكل في الداخل الإثيوبي. صحيح. يعني لكن معنا خبر عاجل، أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي أنها تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وذكر الدفاع المدني لدبي أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء هذا الحادث. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأجهزة المعنية تسيطر وبكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من هذا الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي بعيدا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء. نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن سلطات ميناء جبل علي القول إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن وبصورة طبيعية داخل الميناء. ربنا يحفظ دبي وأهلها، ولو في أي تفاصيل جديدة أكيد هتكون معانا. ويعني ده كان خبر عاجل، حفظ الله الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أعود لملف سد النهضة والأستاذ محمد فايز، وتوقفنا عند الداخل الإثيوبي. يعني الداخل الإثيوبي أساسا يعني به ما به، حضرتك شايف ازاي التصعيد في ملف سد النهضة والتعنت وأساسا يعني الموقف وصف بأنه ملتهب، وما يحدث وإقليم تجري والانتخابات إلى آخره يعني تجعل الأمر يحتاج التركيز والمجهود لهذه الأحداث وليس لفتح جبهات جديدة؟ طبعا نعلم جميعا الخطوط الانقسام العرقي في اثيوبيا، وهي خطوط انقسام معقده جدا. هناك الخبرات بين كل هذه القوميات المكونه في اثيوبيا غالب عليها الطابع الصراعي، ربما في بعض يعني الفترات لم كان خامد يعني، لكن في المرحله الحاليه يعني وصل الى مستوى متقدم جدا من الصراع، سواء والصراع هناك أكثر من مستوى، سواء ما بين بعض المكونات العرقية أو ما بين الدولة نفسها أو النظام وبين بعض هذه الأقاليم. والمفترض أنه النظام في إثيوبيا هو نظام فيدرالي، نظام فيدرالي قائم على الإثنية، بمعنى أنه بيضمن بيحاول يستوعب المكونات العرقية داخل هذا النظام، بأنه بيعطيها بيعطي يعني بعض الأقاليم بيديها صلاحيات أوسع شوية من أنها مجرد مكونات إدارية. ما يحدث الآن أو ما حدث مع تجربة أو نظام أبي أحمد أنه
دخل او فجر هذه الـ 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 الازمه بشكل كبير جدا، العلاقه مع بعض المكونات العرقيه، العلاقه مع بعض الاقاليم فيما يتعلق بطبيعه النظام الفدرالي. ابي احمد حاول ان يقدم نفسه باعتبار انه زعيم عابر للقوميات، ومن ناحيه ثانيه كان لديه مشروع انه ياخذ النظام في اثيوبيا شكل الدوله بعيدا عن النظام الفدرالي، انه في اتجاه تكوين نظام يعني رئاسي او حكومه او نظام يعني مركزي، على حساب طبعا ده جاء على حساب بعض الاقاليم، وده اللي دخلوا في ازمه مع اقليم تجري. وطبعا في المحصله يعني او في خلال السنوات السابقه حدثت تراكمات كبيره جدا، كان منها اقصاء قيادات من التجري من هيكل القياده في المؤسسات الامنيه وفي الجيش بشكل خاص، فبالتالي اتفجرت الاوضاع الداخليه بشكل كبير جدا، ويعني كان الخطأ اللي وقع فيه النظام انه استخدم قضية السد كأداة لمحاولة القفز على كل هذه المشكلات. أيوة. ومحاولة طبعا دي احد الادوات للأسف اللي بتلجأ اليها نظم سياسية كتير بتوجه معضلات داخلية، انها بتحاول توجه او يعني تلفت نظر الداخل الى قضايا تتسم او مفترض انها تتسم بدرجة من الطابع القومي او بتتلاشى في ادراكها بتتلاشى الانقسامات الداخليه، لكن في تقديري طبعا انه ده اوقعه في خطا كبير في طريقه اداره السد، انه السد ليس قضيه داخليه بالاساس، هي قضيه تتعلق بنهر دولي ينظم استخدامه معاهدات دوليه ومعاهدات مستقره، صحيح ان اثيوبيا نفسها في بعض المراحل او عبرت عن عدم ايمانها او عدم قناعتها او عدم اعترافها ببعض هذه الاتفاقيات او المعاهدات، لكن ظلت مستقره فيما يتعلق بالتطبيق، ظلت الحصص المائيه لمصر والسودان مستقره، لم تتعرض لاي تهديد رغم عدم اعتراف اثيوبيا ببعض المعاهدات، ولم يكن هناك مصدر تهديد حقيقي لهذه المعاهدات او لنظام توزيع الحصص المائيه الا بعد مشروع السد. التسييس القضية من جانب النظام أبي أحمد وتحويلها إلى قضية داخلية خلق مشكلة كبيرة لدى النظام، أنه يعني ما قدرش يحيد الأوضاع الداخلية في تأثيرها على القضية وفي تأثيرها على المفاوضات، ما قدرش يحيد الرأي العام الداخلي أو يعني فيما يتعلق بهذه القضية، فبالتالي صانع القرار أو المفاوض الإثيوبي بشكل عام لم يستطع أن يتعامل مع القضية بشكل مهني وبشكل يعني على أساس الأسس الدولية المستقرة أو القواعد القانونية المستقرة في هذا المجال بما فيها الاتفاقيات المنظمة باستخدام مهني. طيب. أستاذ محمد، يعني معايا تقرير بيتحدث كمان عن الموقف على الأرض لسد النهضة، وأنه ما يعلن ويصرح به بشأن عملية الملء والتخزين هي غير متاحة بالأساس وغير ممكنة، وأنه من الغريب أنه يتم الإعلان عن هذه الأرقام 13 مليار إلى آخره، من أرقام يتم الإعلان عنها من قبل إثيوبيا كتخزين وملء للسد، ولأن هذا يعني من الصعب تحقيقه نظرا لارتفاع الممر التي قامت أساسا بتعليته. طيب إذا كان ده كلام حقيقي ودي يعني أرقام تقارير تتحدث عنها، على ماذا يعول إذن أبي أحمد؟ هو طبعا بيعول على في تقديري طبعا بيعول على مواقف بعض القوى الدولية أنها حريصة على عدم انهيار إثيوبيا. قضية السد هنا ربما لا تكون هي القضية المركزية بالنسبة لبعض الدول، لكن أو دور إثيوبيا الإقليمي في المنطقة القضية يعني ربما تكون اقل من هذا، هي مساله الحفاظ او الحيلوله دون انهيار الاثيوبيا او تفككها، لانه في افتراض عند بعض القوى انه اذا انهارت الدوله الاثيوبيه قد يؤدي هذا الى خلق حاله من الفوضى في المنطقه بشكل عام. في تقديري هذا يعني احد الادوات او الاوراق اللي بيراهن عليها نظام ابي احمد هي
أن هناك توافق بين بعض القوى للحفاظ على عدم انهيار الدولة الإثيوبية. لكن الاستقرار الحقيقي في إثيوبيا إذا جاز أو إذا يعني كان للنظام أنه يسعى بالفعل إلى تحقيق استقرار حقيقي، فبالتالي المفترض في هذه الحالة أن يسعى إلى تسوية كل مشكلاته الخارجية. أبي أحمد بعد وصوله إلى السلطة أجرى يعني اتفاق سلام أو وقع اتفاق سلام مع إريتريا، وبالتالي كان في نوع من التفاؤل أنه بيسعى إلى يعني تسوية كل مشكلاته الخارجية علشان يتفرغ للأوضاع الداخلية. لكن للأسف الشديد يعني الوضع ما كانش يعني أو ما كانش المنهج متكامل، لكن ما وصلش الأمر إلى التعامل بهذا المنهج وبهذه الروح مع قضية السد. فدي أحد الأوراق الأساسية اللي بيراهن عليها أبي أحمد، هي الوجود مصلحة لدى بعض القوى على في عدم وجود مصلحة في عدم انهيار إثيوبيا. مصلحة كمان، يعني الكلمة اللي حضرتك ختمت بها الإجابة، مصلحة لأبي أحمد شخصيا، لحشد جماهيرية، لوجوده في مكانة يعني كما يرى من وجهة نظره أعلى أو أرقى بالنسبة للإثيوبيين. طبعا هو زي ما قلت لحضرتك هو كان عنده مشروع او طموح انه يتحول الى زعيم قومي، انه زعيم يتجاوز الانقسامات القوميه او الاثنيه في اثيوبيا، انه يكون صاحب مشروع للانتقال او اعاده هندسه النظام، نظام الدوله. لكن للاسف الشديد التحديات اقوى بكثير من هذا المشروع. طيب الخاص. المجتمع الدولي يعني يقرا التحليل ده بالتاكيد، يعني بشكل او باخر الامور في اثيوبيا بتعكس بظلالها على المشهد والجلسه المنتظره لمجلس الامن. يعني خلينا نكون موضوعيين، المجتمع الدولي مش دائما موضوعي في احكامه، ومش دائما يعني بيتبنى مواقف يعني موضوعيه. وعلى سبيل المثال في نقطتين، النقطة الأولى هي منح أبي جائزة نوبل للسلام، لكن ثبت بعد يعني فترة قصيرة جدا لاحظنا أنه ما استند إليه في حصوله على جائزة نوبل هو في الحقيقة بيتآكل أو بينهار. يعني علاقته مع إريتريا الآن ربما تواجه أو ستواجه أزمة كبيرة جدا بسبب الدور اللي لعبته إريتريا داخل إثيوبيا فيما يتعلق بالمواجهة مع إقليم التجري. كانت سريعة شوية الجائزة. النقطة الثانية اللي بتؤكد ده بالطبع هي مسألة تكييف العالم أو تكييف القوى الكبرى لمشكلة السد. مصر والسودان طبعا كان لديهم تكييف على موضوعي وعلى أسس موضوعية أن هذه القضية يمكن أن تتحول إلى مصدر لتهديد السلم والأمن في المنطقة. في المنطقة بالكامل. لأنه في أسس موضوعية لأنه قضية تمثل يعني تهديد لمصير وجود شعوب. على الجانب الآخر في رؤية داخل المجتمع بعض القوى الدولية وفي المجتمع الدولي أنه لا، القضية ليست بهذا التوصيف، وان القضيه ليست مصدر لتهديد السلم والامن، وان هي قضيه تنمويه بالاساس ليست قضيه سياسيه او قضيه امنيه. ودي معركه الدبلوماسيه المصريه. انه ازاي نقنع العالم ونقنع القوى الكبرى بما فيها مجلس الامن انه هذه القضيه تمثل بالفعل مصدر لتهديد السلم والامن في المنطقه وليس لمصر فقط. بالضبط، وليست قضية مياه أو قضية تنموية، لأن مصر تسلم بالحقوق التنموية لإثيوبيا وتسلم بحقها في توليد الكهرباء، وقدمت مصر تصورات وتحترم القوانين وتحترم إعلان اتفاق المجتمع الدولي. الدبلوماسية المصرية نجحت بشكل كبير جدا خلال العامين الأخيرين تحديدا في تغيير قناعات وتغيير ولفت انتباه العالم بأن هذه القضية يمكن أن تمثل بالفعل مصدر لتهديد الاستقرار والسلم. ما يجري الآن داخل مجلس الأمن هو أحد مظاهر نجاح هذا النجاح الدبلوماسية المصرية في تحويل رؤية العالم أو كيف يرى هذه القضية، بدليل أنها تناقش داخل مجلس الأمن. مجلس الأمن زي يعني عشان نبقى يعني عارفين هو الجهاز
او الكيان التابع للامم المتحده المعني بمناقشه قضايا السلم والامن الدولي والمعني بالحفظ بحفظ السلم والامن الدولي. فبالتالي عندما تنجح الدبلوماسيه المصريه فانها تضع هذه القضيه على اجنده المجلس وان يكون هناك مشروع قرار، فهذا يعني مؤشر لنجاح الدبلوماسيه في اقناع القوى الكبرى واقناع كيان مهم او داخل الامم المتحده بان هذه القضيه ليست قضيه تنمويه او قضيه مياه او ليست قضيه فنيه تخرج عن اجنده او اهتمامات المجلس، ولكن هي في صلب يعني وظائف مجلس الامن وفقا لميثاق الامم المتحده. ومعركه فعلا دبلوماسيه تاخذها مصر ان شاء الله بكل النجاح. استاذ محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لوجودك معنا. كده بنختتم حلقتنا النهارده مع حضراتكم، شكرا جزيلا على المتابعه.